الله صباحكم كل خير. قصتنا اليوم فيها جانب إنساني كبير جدا. جهاد شاب عمره 18 سنة، وزنه 165، عنده إصابة وهو في الصغر في رجله اليمين، تعيقه نوعا ما في الحركة، كان بيسوي عمره، واجه صعوبة في السعي في الطواف. مين شافه؟ الفنانة أحلام، وهي بتسوي عمره، هي وزوجها أبو فاهد مبارك الهاجري، قرروا يساعدونا أن يكمل عمره. زوجها ساعدوا أن يكمل عمره، مش هذا أيضا حاولوا يساعدونا يتخلص من وزنه. موقف إنساني كبير، تكفلوا في علاجه، مش هو بس، وأخته، وإحنا بنسويهم اليوم. خلينا نشوف جهاد بيقول إيش للفنان أحلام. جهاد، إيش بتقول للفنان أحلام؟ شكرا للفنان أحلام، أنا ساعدتنا إحنا نتخلص من السلطة. جهاد بيقول إيش؟